وفي الواقع هذه المداخلة تنسب شيئا ما التركيز على البعد الاجتماعي والبعد النفسي رغم الصدقية المنهجية والبحثية لما ورد في المداخلات السابقة. نحن نلتقي مع رؤية منهجية نجدها لدى عدد من علماء الاجتماع الديني، وأساسا روبير ميرتون له كتاب مهم جدا في علم الاجتماع الديني عنوانه ستركتور سوسيال انومي اي ديفيونس، يعني البناء الاجتماعي بين الافكار او المعطيات المجهوله وعمليات الانزياح التي يمكن ان تحصل. يعني هذه المقاربه قائمه اساسا على تصنيف المحددات والمؤثرات التي تشكل السلوك الفردي والسلوك الجماعي، يقسمها الى قسمين، كلاس دو بارتونونس وكلاس دو ريفيرونس. يعني هناك قسم يتعلق بالانتماءات، الانتماء للفضاء الاجتماعي، للفضاء الاسري، لفضاء طبقي، لحي من الاحياء، وهي من المحددات المهمه. وقسم اخر يسميه كلاس دو ريفيرونس، اي المحددات المتعلقه بالمرجعيات الفكريه التي يتلقاها الشخص اثناء مساره يعني الانساني، افكار مسموعه، مقروءه، مرويه، يعني وهو يؤكد في علم الاجتماع الديني على اهميه المرجع الفكري في بناء الشخصيه والانتماء والاستقطاب والمرور الى الفعل السياسي. بعد هذه المسيره البحثيه شخصيا لا اعتبر ان السلفيين الجهاديين شخصيات باثولوجيه، والا لاعتبرنا العديد من الفاعلين السياسيين حتى في الاحزاب المصنفه ضمن العلمانيه والحدثيه والمدنيه هي كذلك شخصيات باثولوجيه. الباثولوجيا السياسيه يعني ان وجدت يعني تتوزع على كل الاحزاب دون تمييز بين يمين ويسار. وكذلك استهجن بعض تلك الاستمارات الركيكه التي تحاول ان تفتش في السيره الذاتيه للسلف الجهادي للبحث عن ان كانت امه مطلقه او ابوه سكيرا وياتي اخر ليل، ففجاه هذه المعطيات فقر اجتماعي وحي شعبي وبؤس وكذا، فجاه يصبح يعني سلفي جهادي. هذه المقاربات يعني الميكانيكيه الركيكه لا تفيد، وان كان يعني وان كان باحثون ما قدموه له درجة عالية من الصدقية ومن الموضوعية والاتزان، ولم يسقطوا يعني في هذا التحليل يعني المتسرع والشعبوي. ما قدموه هو نتاج بحث جدي وتواصل مع معطيات ميدانية لها حد من المصداقية. هذه الاستراتيجية العالمية قائمة على ثيمة مركزية تصاحب كل خطط وكل الاستراتيجيات وكل الكتب التي نظرت للجهاد العالمي والجهاد القطري على المستوى النظري وعلى المستوى العملي الميداني العسكري. هذه الثيمة هي الفوضى العالمة، مركزية الفوضى العالمة كمدخل لبناء منظومة سياسية جديدة. ولا يكاد يخلو كتاب من الكتب التي تنظم الجهاد العالمي منذ بداية حركة الثورة إلى الآن من الإحالة على الفوضى العالمة باعتبارها مدخلاً أساسياً لا غنى عنه لإقامة الخلافة الإسلامية. والمقصود بالفوضى العالمة في أقصى مظاهرها هي انهيار كامل الدولة ومؤسساتها وانتفاء لوظائفها الأساسية الأمن والغذاء والخدمات الحيوية. وهذا الانهيار يحصل بطريقتين، إما بطريقة التراكم الحدث الطبيعي التلقائي من داخل المجتمع ومن داخل التجربة السياسية، انهيار الدولة بفعل الفساد والاستبداد وغيرها، أو قد يكون اصطناعياً ارتفيسيال مفتعلاً مختلقاً من خارج نسق السياق الموضوعي التراكمي للأحداث، أي صناعة الفوضى العالمة. وهذه الصناعة ورد الحديث عنها مفصلة مثلا في كتاب إدارة التوحش. وهذه الفوضى العالمة رغم كلفتها الإنسانية الباهظة، كلفتها الإنسانية والأخلاقية الباهظة على مستوى الأفراد والمجموعة الوطنية، ولكن مع ذلك فلها دور بنيوي في الانتقال إلى خطة بناء الخلافة. فهي الفوضى العالمة
بمثابة طقس من طقوس العبور بالمعنى السيسيولوجي ان غيد دو باساج اساسي لإقامة لتخليص العالم من شرور الدولة الطاغوتية. الكتاب الأول وهو من الكتب المقررة في يعني محطات التكوين، العالم على أعتاب الفوضى بقلم المجاهد عبد الله خالد العدم. يعني هذا الكتاب كتب سنة 2011، كذلك يحيل على مركزية الفوضى التي يسميها الفوضى المحمودة. هذه الفوضى ستفتح مجالا لخلق بيئة مناسبة وإيجاد تربة خصبة لنمو الحركات الجهادية في سياق يصعب معه محاصرتها بالطرق الأمنية التقليدية. المهم في هذا الكتاب أنه اعتبر الثورات العربية قامت بنصف المهمة، حيث فتحت أبواب الفوضى و أنقصت أو خففت من كاهل التيار الجهادي العالمي الكلفة الإنسانية والكلفة الأخلاقية والمجهود الميداني لخلق مناخات الفوضى المصطنعة.